إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر من الناظور. في آخر الحالة الوبائية في ببلادنا، وفي بلاغ لوزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 789 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من يومه الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة 532150. للأسف جوج ديال الوفيات، ومجموع حالات الوفيات 9298، ولله الحمد شفاء 525 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ومجموع حالات الشفاء في بلادنا 518101. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي قد بلغ 6,322,530. أما الحالات النشطة فقد بلغ عددها 4,751. أما الحالات طبعا أما الحالات النشطة، وإليكم التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات كورونا الجديدة حسب جهات المملكة. جهات الدار البيضاء سطات 356 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. جهات الرباط سالة القنيطرة 102 ديال الحالات وحالة وفاة واحدة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 41 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. جهة سوس ماسة 78 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. جهة مراكش أسفي 108 ديال الحالات إصابة وصفر حالة وفاة. جهة درعا تافيلات 13 حالة إصابة صفر حالة وفاة. جهة العيون الساقية الحمراء 24 إصابة وصفر حالة وفاة. جهة فاس مكناس 14 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. جهة الشرق 11 إصابة وصفر حالة وفاة. جهة بني ملال خنيفرة 7 ديال الحالات إصابة وصفر حالة وفاة. جهة كلميم ودنون 12 إصابة وصفر حالة وفاة. جهة داخلة وادي الذهب 9 ديال الإصابات وصفر حالة وفاة. أما الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب تبلغ إلى حدود مساء اليوم 230، من بينها 7 ديال الحالات تحت التنفس الاصطناعي. أما في إقليم الناظور تسجلت 4 ديال الحالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية وصفر حالة وفاة. إذا مزيدا من الحيطة والحذر، والحاضر يعلم الغيب. كنشوفوا ارتفاع خلال 4 أيام الأخيرة في عدد ديال الإصابات في بلادنا، واحد الارتفاع اللي صراحة خاصنا نزيد ونلتزم قواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان، لأن هذا الفيروس هذا مازال منتشر بيناتنا. كورونا مازال ما سالتش أخوتي المغاربة، لهذا التزموا التدابير الوقائية، التزموا التدابير الاحترازية المعمول بها، وطبعا تبعوا التعليمات ديال السلطات. طبعا كان إقبال كبير على التلقيح، ولكن بالرغم من ذلك خاصنا نردوا البال والتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان وارتداء الكمامة ضروري وواجب. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وعيد بلاغ وزارة الصحة من التحق بنا اللحظة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 789 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من يومه الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة 532150. وجوج أما الحالات الوفيات، جوج ديال الوفيات، ومجموع حالات الوفيات 9298، ولله الحمد الشفاء 525 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ومجموع حالات الشفاء بلادنا 518101. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي قد بلغ 6,322,530. أما الحالات الناشطة 4,751.
أما بالنسبة للمستفيدات والمستفيدون من تلقيح ضد فيروس كورونا، بالنسبة للجرعة الأولى 10,028,791، بالنسبة للجرعة الثانية 9,140,785. إذن مزيدا من الحيطة والحذر، والحاضر يعلم الغيب، لأنه هذا الفيروس هذا مازال منتشر بيناتنا. كورونا مازال كاين اخوتي المغاربه، كورونا مازال ما زالاتش. لهذا نبقاو على بال والتزموا بقواعد النظافه والسلامه الصحيه، وارتداء الكمامات واجب، لانه هذا الفيروس هذا راه مازال منتشر بيناتنا. كورونا مازال ما زالاتش. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا نهايه هذا البث المباشر هنا من الناظور، والى اللقاء في لقاء مباشر اخر.